هناك الكثير من مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة أو الطاقة الغير ملوثة للبيئة، تتمثل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية بصفة عامة. المنطقة العربية بتتميز بوجود هذه المصادر الطبيعية للطاقة والغير ملوثة للبيئة بصفة شبه مستمرة على مدى العام، وبالتالي فهي ذات جدوى فنية ومالية عالية، وخصوصا إن التكنولوجيات التي تم تطويرها على مدى سنوات وسنوات في العديد من دول العالم وخاصة الصين، هذه التكنولوجيات أصبحت منافسة للتكنولوجيات التقليدية لإنتاج الطاقة الحرارية بشكل مباشر. 中阿清洁能源合作确实有很好的前景。第一，中东和北非地区的太阳能资源相当丰富；第二，阿拉伯国家的能源政策支持清洁能源转型，来减少对化石能源的依赖；第三，中国拥有最好的光伏、光热和电网方面的技术，工程经验非常丰富。 بالإضافة إلى هذا، هناك مجال هام جدا جدا اللي هي المشاركة الصناعية في إيجاد شراكات مختلفة ما بين دولة الصين والمصنعين في دولة الصين والمصنعين في الدول العربية في مجال إنتاج معدات الطاقات، إنتاج الكهرباء أو إنتاج الحرارة من